هذا البرنامج برعاية رينج روفر. أهلا بكم معنا في حوار الأسبوع، ومعنا هذه المرة السيد طلال البحر رئيس مجلس إدارة إيفا للفنادق. أهلا بك معنا. أهلا نجوى، مرحبا. طبعا عندنا حاجات كتيرة نطرحها خلال هذا الحوار، ولكن أولا يجب أن نبدأ بإيفا. طبعا مجموعة إيفا هي متعددة، لديكم عدد من الشركات في الاستثمار، في العقار، في السياحة، لديكم تواجد في الكويت وخارج الكويت، في دبي وخارج الإقليم، وفي آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا. فنتحدث عن المجموعة بصفة عامة، يعني ماذا نتوقع عن الأداء اللي سوف يعلن عنه لعام 2012 وخلال المرحلة الجاية 2013؟ والله الحمد لله، يعني إن شاء الله أداء 2012 يكون أحسن من 2011. يعني في شركات عندنا، أغلب شركاتنا بتكون رابحة إن شاء الله، بعض شركاتنا تكون للحين ماخذة impairment وقاعد تنظف ميزانياتها. 2013 الحمد لله يعني بداية ممتازة، ويعني إن شاء الله نكون عدينا المخصصات والإمبيرمنت أغلبها بالحين 2012. لكن أكثر قطاع واجهتم فيه مشكلات خلال الفترة اللي فاتت، يعني أنتوا عندكم في العقار، عندكم في السياحة، وعندكم في الاستثمار. طبعا هو يعني أكيد قطاع الاستثمار. والله قطاع الاستثمار وقطاع العقار. يعني قطاع العقار يعني عندنا استثماراتنا بالشرق الأوسط طبعا نزلت نزول كبير على النزول اللي صار في سوق العقار. استثمارات بأفريقيا نزلت وبأوروبا نزلت. يعني اللي كانت متماسكة نوعا ما كان استثماراتنا اللي في أمريكا واستثماراتنا اللي كانت بآسيا، بيسيكلي تايلند، واللي تخارجنا منها من شهر وشيء. الحين الحمد لله نشوف الرجوع في استثمارات الشرق الأوسط، خاصة في دبي. يعني في رجوع لسوق دبي، يعني ما شاء الله رجوع ممتاز. أفريقيا بلشنا نشوف شوي تحسن، ولكن يبي لها فترة طويلة أتوقع. بالاستثمار نعم، بالاستثمار كان في خسائر كبيرة، وأغلب الخسائر كانت على الأسهم، لأن نزول أسواق الأسهم بالخليج أثر علينا كثيرا. يعني نزول التداول، نزول قيمة الأسهم، في أشياء غير مبررة صارت لسوء إدارة أسواق المال في المنطقة. يعني إذا بركز على شغلة معينة، يعني لأن أوضاعنا ما كانت مثل أوضاع برا، مشاكلنا كانت أقل من مشاكل برا، ولكن القرارات والسياسات اللي اتخذت واللي كان المفروض ياخذونها، اللي يعني للأسف ما أخذوا إجراءات فيها، أثرت كبير على خاصة سوق الكويت. يعني سنعود مرة أخرى على موضوع القرارات وهيئة أسواق المال والنظم التي أدخلت إلى السوق، ولكن خلينا نتكلم في موضوع الاستثمار. ويجب أن أتكلم عن طبعا إيفا للاستثمار، كانت طبعا لها دور كبير جدا في السوق. مجموعة البحر من القياديات في سوق الكويت الأوراق المالية، ولكن للأسف النهاردة إحنا بنشهد أن مجموعة البحر وأيضا مجاميع أخرى، يعني مجموعة الخرافي، مجموعات أخرى ثانية كثيرة، وكان في جلوبال في وقتها، وكان في شركات كبيرة جدا لها دور كبير في السوق، وهذه الشركات كانت ترتبط أيضا بأسماء وعائلات كبيرة، وبالتالي كان هناك نتوقع أنه يكون مهما كانت تاني أكيد كان في أخطاء، ولكن كان في حد أدنى لهذه الأخطاء في السوق. الآن مجموعة البحر ومجموعات الأخرى التانية دورها في السوق أصبح يعني أصغر بكثير، حجمه أصغر. نعم. لجمت يعني وبيقود السوق الآن، وإحنا يمكن طرحنا هذا الموضوع على CNBC، بيقود السوق أسماء أخرى يعني صغيرة. يمكن يعني لنا زميل في CNBC مرة قال أنه لا يوجد في مستقبلها أو حاضرها أو ماضيها ما يؤهلها للعب هذا السوق، هذا الدور. وهذا للأسف أكبر سبب فيه هي هيئة سوق المال وقرارات هيئة سوق المال. يعني اليوم المجاميع كلهم لا يقدرون يصيرون انهم صانع سوق. وصانع سوق شيء رئيسي يعني بالاسواق، باي سوق بالعالم. للاسف قانون اللي نحط بقانون هيئه سوق المال ويعني تطويره ما تم تطويره، ولا تم وضع اللوائح المهمه لهالمرحله هذه، واللي هي يعني التداولات، واللي هي بال صانع السوق وهالأشياء هذه كلها. بالعكس حطوا لنا ليمت ان اي سهم تشتري زياده اذا انت تملك فوق 30%
لازم تشتري الشركة كلها. فهذه حدت كل المجاميع، لأن أغلب المجاميع يملكون فوق 30%، وبالعكس يعني جدا مجاميع كثيرة تظلمت على الموضوع، ومنها مجموعتنا. ونأمل أن يصير في حركة سريعة لتعديل هالوضع هذا، لأن هالوضع قاعد يأثر على السوق، يأثر على الشركات، ويأثر على يعني قيادة السوق للمستقبل. طيب هل يعني خلينا نتكلم عن هذه القوانين، أنتم الآن أصبحتم لا تستطيعون أن تلعبوا دور صانع سوق. لا. بسبب هذه اللوائح، أولا مثلا 30%، فأنت خلاص أصبحت النهاردة تستطيع أن تشتري سهم زيادة لأنك لازم تشتري الشركة كلها. نعم. أيضا تركيز الأسهم في الصناديق 10%. هذه خلاص أصلا. الصناديق أنا أقول لك عن صناديقنا، صناديقنا سكرناها. لأن قوانين الصناديق اللي انحطت قوانين شوي صعبة. فمثل ما تشوفين نجوى، في أغلب كثير من الصناديق سكرت. فالدورة الصناديق اللي في السوق تسكر. وبعدين يعني قليل من الناس اللي الحين يبون يضخون استثمارات في أسواق المال للوضع الحالي، لسوء أداء الشركات، لسوء أداء السوق، للنظرة عدم ثقة، لعدم ثقة. فأغلب الناس قاعد يتجهون في استثمارات ثانية. فاللي مفروض يستثمر بهالوقت هي أصحاب الشركات. إذا أكبر الملاك ما يستطيعون يدعمون سهمهم، هذه كارثة. وهذا سبب من الأسباب اللي تشوفين أغلب المجاميع تداولاتهم بسيطة على 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 أسهمهم. أنتم مثلا في تعاملاتكم مع هيئة أسواق المال، يعني هل أنتم وجدتم أي صعوبة في التعامل معهم بالنسبة لمخاطباتكم، بالنسبة لاستفساراتكم؟ والله وجدنا صعوبة، وجدنا صعوبة بالإصلاحات وتظلمنا، والحمد لله طلع كلامنا صح. وجدنا صعوبة في زيادة موافقة زيادة رأس المال. احنا خذتنا سنة لقبول زيادتنا زيادة رأس المال بي في الفندق. سنة للحصول على موافقة. سنة للحصول موافقة. اللي احنا توقعنا تحسن الوضع قبل بوزارة التجارة ياخذ لها 10 أيام لأسبوعين ماكسيمم. هيئة سوق المال خذت سنة لرد على كتابنا في زيادة رأس المال. يعني هذا أبسط مثال يبين لك شنو المستثمر بالكويت قاعد يمر فيه. طيب أنت كيف ترى السوق عندما تنظر إليه في الصباح وتفتح الويب سايت وترى كل هذه التداولات على يعني شركات يعني عمرها يعني قليل، ليست لديها يعني هذه البيانات القوية، ونشهد 10 مليون و8 مليون ومين الشركة دي أصلا؟ يعني ما هو شعورك؟ والله بطلنا نشوف السوق. بطلت يعني خلينا نركز على استثماراتنا ونركز على شغل الشركة، وإن شاء الله نخلي لما طلال البحر ومجموعة البحر يقول بطلنا نبص للسوق. على فكرة ده يعني مؤشر سيء جدا. للأسف يعني للأسف بدال ما هيئة سوق المال تكون داعمة للمستثمرين الكبار بالبلد، هي الوضع قاعد يصير بالعكس. يعني ما قاعد يشجعون الواحد إنه يستثمر. يعني وهذه لازم تصير العقلية إنه موجودة. إحنا هيئة سوق المال تكون أكبر سبورتر حقنا. يعني وهذا الشيء مو موجود. هو أعتقد يمكن الهدف من هيئة أسواق المال هو تنشيط العمل في السوق. طبعاً. وجعله جاذب للاستثمار. طبعاً. جاذب للاستثمار، جاذب للاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، القوانين، تعديل الأمور، هذا كله ما قاعد يصير. هناك تعديل أعتقد في قانون هيئة أسواق المال، يعني تكلموا أنه ربما مجلس الأمة خلال الفترة القادمة سوف يقدم تعديل على قانون هيئة أسواق المال. هل أنتم شاركتم؟ يعني هل حد سألكم؟ احنا شاركنا في بعض الأجزاء اللي اطلبوا خبرتنا فيها، ولكن شيء بسيط، ولكن ما شفنا راجعنا القانون كله ولا التعديلات كلها. ونأمل، وإحنا حطينا كذا تظلم لتعديل بعض القوانين، نأمل أنه ومو بس مجموعتنا، مجاميع كثيرة لتعديل بعض القوانين، مثل الماركت ميكر، مثل التندر أوفر، مثل يعني هالأمور هذه اللي هي أمور جذرية في المرحلة القادمة، ونأمل أن يصير هالتغيير. يعني
طب نتكلم عن العقار، يعني مجموعة إيفا كان لها استثمارات كبيرة جدا وضخمة في دبي، أنتم راهنتم كثيرا على دبي وكانت وتواجدكم كبير، وأنتم أعتقد أكبر مستثمر في نخلة جميرة. نعم، مستثمر أجنبي. نعم طبعا، هل أنتم الآن تعتقدوا أن هذا كان قرار صائب؟ هذا قرار صائب ومن أحسن القرارات اللي سويناه، يعني كافي نظرة دبي ونظرة الشيخ محمد في تطوير البلد. يعني الحمد لله قاعد نشوف بالسياحة الجروث 10% فوق من السنوات اللي طافت كلها، حتى في عز الأزمة تقريبا وصلوا 6 ملايين سائح. الأوتيلات ما شاء الله كلهم شقالة في نسبة تشغيل جدا عائلة. صار في نزول بالعقار ولكن رد العقار، يعني آخر سنة زيادة العقار. يعني احنا الحمد لله خلصنا أغلب مشاريعنا والأراضي اللي احنا عندنا، يعني آخر السنة إن شاء الله بنطلق مشروع ثاني. فهذه كلها زيادة لثقتنا في دبي وثقتنا في رؤية دبي المستقبلية. وبالعكس يعني أنا من الأشياء اللي فرحان فيها اللي هي رجوع سوق دبي ورجوع يعني المستثمرين لسوق دبي، الثقة ردت. يعني يجب أن نتكلم عن موضوع دبي وما هي المؤشرات التي تراها وتطمئنك أن دبي عادت، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل نعود مرة أخرى في هذا اللقاء مع السيد طلال البحر رئيس مجلس إدارة إيفا للفنادق. هذا البرنامج برعاية لاند روفر. شريط المعلومات برعاية البنك الأهلي المتحد. On days like these, when skies are blue and fields are green, I look around and think about what might have been. It's on days like these that I remember. عين على الإمارات على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية لاند روفر. اهلا بكم مره اخرى في هذا اللقاء مع السيد طلال البحر رئيس مجلس اداره ايفا للفنادق والمنتجعات. اهلا بك. كنا نتحدث عن دبي قبل الفاصل، ما هي المؤشرات التي تطمئنك بان بالفعل دبي عادت؟ مؤشرات كثيره، يعني عدد السواح، عدد زياده في تداول بالعقار، عدد زياده الاسعار الاجار، عدد زياده الاسعار اسعار العقار. نجو ناخذ الاشياء السطحيه، تروحين المجمعات متروسة ما شاء الله، الفنادق متروسة، التداول بالسوق تحسن، الرؤية واضحة، تحسين الأمور واضح. هذه كلها يعني تعطيك كل يعني التحسن المبين، يعني ان شو اسمه. لكن انتم مشروعاتكم مثلا، بالنسبه لمشروعاتكم الحاليه، انتم كلها تم يعني بيعها، تم تسويقها بالكامل ام ما زال هناك بعض؟ تم تسويق 80% بالكامل يعني من مشاريعنا. تقريبا يعني بقى لنا مشروع واحد اللي بنسلمه، وان شاء الله ناوين اخر سنه نطلق مشروع ثاني ان شاء الله. ايه المشروع اللي فاضل يتسلم؟ المشروع اللي فاضل يتسلم اللي هو مملكه سبا على الكاسر بجزيره النخله، وان شاء الله في مشروع ثاني بنبلش فيه يعني اخر سنه. يعني انت حتبتدي مشروع جديد فعلا في دبي؟ هنبتدي مشروع جديد ان شاء الله. اي مشروع؟ مشروع جديد بنعلن عنه اخر السنه، هم بالنخله اللي هو بالكاسر، واحده من اراضينا الفاضيه. يعني انتم ما زلتم تراهنون على دبي؟ ما زلنا نراهن على دبي ومستمرين بمراهنتنا على دبي. هذا الرهان على دبي هل هو متعلق بالقياده في دبي؟ نعم. جزء كبير منه. والرؤيه الواضحه يعني ومعامله المستثمرين. فنامل ان ولا تجد صعوبه في تمويل هذه المشروعات في دبي؟ في صعوبه بالتمويل ولكن السوق قوي ومستثمرين، في ثقه بالمستثمرين، فمستثمرين
يبون يدخلون سوق دبي، وهذا ما قاعد يساعد على أن إذا حتى لو ما في تمويل في مستثمرين قابلين أن يستمرون في السوق، هذا يساعد الشركات أن تبتدي مشاريعها، وحتى سوق التمويل قاعد يتحسن. طيب مجموعة إيفا أيضا للفنادق كانت من أول من استثمر في أفريقيا، في جنوب أفريقيا بالتحديد، ولكم استثمار، لكم استثمار كبير هناك. يمكن هذا، يمكن إحنا قريبين جدا من مشروعاتكم في دبي، ودائما نراها حتى يعني إذا ما كانش على التلفزيون بنزورها. ولكن بالنسبة لأفريقيا احكي لنا عن هذا الاستثمار، وضعه الآن هل هو جيد؟ طبعا هي ساوث أفريقيا، جنوب أفريقيا اقتصادها جيد جدا، فنتكلم عن هذا المشروع السياحي في جنوب أفريقيا. احنا عندنا كذا مشروع، عندنا ثلاث مشاريع رئيسية تخرجنا من مشروع أواخر السنة اللي طافت. عندنا مشروعين، الأكبر مشاريعنا الاثنين المتبقين، كل هالمشاريع مشاريع يعني استثمرنا فيهم لمدة 10 سنوات، لأن أراضي كبيرة. أصغر أرض هي 4 أو 5 ملايين متر مربع، فهذه لتطوير الأرض. خلصنا في مشروع في منطقة دربن مع شراكة مجموعة مولد، طورنا المرحلة الأولى اللي هي منتجع سياحي، منتجع سياحي سياحي وسكني. طورنا المرحلة الأولى اللي هي 1.5 مليون متر، طورنا المرحلة الثانية اللي هي 1 مليون متر، والحين في قيد تطوير المرحلة الثالثة، وعندنا رابعة وخامسة وسادسة بهالمشروع هذا. في مشروع ثاني اللي هو قريب إلى جوهانسبرغ، يبعد عنها بساعة ونص، وهي أجيم ريزيرف. الحين قاعد نطور المرحلة الأولى بالمشروع، وإن شاء الله بنبلش بالمرحلة الثانية بعد ما نخلص بالأولى. ومساحة الأرض يعني جدا كبيرة، فالسوق ضعف عن 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 الفترة اللي دخلنا فيه، ولكن استثمارنا اللي هو في السياحة، يعني أنت بتتكلم في قطاع السياحة. احنا بالسياحة والعقار أكبر، فالعقار أكبر من السياحة. السياحة تشكل جزء صغير من أعمالنا، العقار يشكل جزء أكبر. فإحنا ناخذ قطعة أرض كبيرة ونعيد تصميمها ونبيع ونجزئها ونبيعها ونبني أجزاء منها. هذا الموديل اللي قاعد نشتغل فيه بأفريقيا، ولكن إحنا متفائلين في سوق جنوب أفريقيا، من أقوى الاقتصادات في أفريقيا. وإن شاء الله تكون واعدة لنا كاستثمار بالفترة الطويلة. يعني أنا دائما في سؤال دائما أحب أسأله لك، هو كمان سؤال وفي نفس الوقت هو نوع من يعني التحسف، يعني أنه أنا لما بسافر دبي وأشوف مشاريع مثل مشاريع إيفا هناك، الفيرمونت، الأوتيل والريزيدنس، ومشاريع أخرى أيضا لشركات أخرى هناك، دائما أسأل نفسي، ومعظمها شركات يعني كثير شركات كويتية، لماذا لا نرى مشروع مثل هذا هنا في الكويت؟ يعني أنتوا عندكم ما شاء الله مشاريع وتطوير عقاري يعني في منتهى التطور ومنتهى الرقي في دبي، لماذا لا نشاهد مثل ذلك هنا في الكويت؟ المناخ ما يساعد أولا. المناخ تقصد الجو ولا؟ المناخ الاقتصادي والسياسي. يعني هذا جزء، التشريعات ما تساعد، التطوير غير موجود، ولكن ما زلنا نستثمر بالكويت، بس استثماراتنا محدودة على قطاعات معينة. يعني للحين احنا يعني مهما نكون ان دورنا اقل في اسواق المال، ولكن سوق المال بالكويت يشكل جزء كبير من اصولنا، ونامل انه يصير في تطوير بحيات سوق المال وتطوير بالبورصة، وان شاء الله يكون في يوم من الايام مثل ما طرحنا في اوائل 2000 ان نسوي بورصة للقطاع الخاص. دخلنا سوق الاغذية وفتحنا سوق الخضار والفاكهة، وهو أكبر سوق عالمي في مسكر مكيف بالعالم، 300,000 متر مربع انفتح، وشركتنا يعني مجموعتنا هي اللي كانت القائدة في هذا المشروع، ومشروع نفتخر فيه. فللحين قاعد نحاول نشتغل، حاولنا ندخل المشاريع الإسكانية، ولكن للأسف ما شفنا تعاون من الحكومة، ونأمل يعني أن يصير فيها التعاون هذا، وقاعد نشتغل يعني للأمانة، يعني بنقدم لبلدنا اللي نقدر نسوي، ولكن ما في يعني هي وهو طرفين بالموضوع، إذا طرف واحد يشتغل والطرف الثاني ما عم يدعم بهالشيء، هذا اللي يعني يخلينا نتحسف
وللأسف يعني قاعد نروح نشتغل بكل أماكن ثانية، ونحاول نشتغل بلدنا كثر ما نقدر إذا حصلت لنا الفرصة يعني. لكن خلال المرحلة القادمة أنتم تركيزكم الجغرافي سيكون أين؟ دبي، آسيا، وأمريكا. بهذا الترتيب؟ نعم. أمريكا فنادق يوتيل. أمريكا وآسيا فنادق يوتيل، وفي تركيز أيضا على العقار المدر وتدخيل مستثمرين معنا. ابتدينا فيها بأمريكا وابتدينا فيها باليوكي، فهذه الحمد لله يعني قاعد نكبر البورتفوليو مالنا، حجم استثماراتنا العقارية فيها. ويوتل يعني تركيزنا راح، احنا عندنا راح تصير في 3 شركات، شركة بأمريكا اللي أعلننا عنها، وفي شركة بآسيا إن شاء الله آخر السنة، وهم بنعلن عن شركة بالشرق الأوسط ليوتل. بس هذه بالمرحلة يعني نتأمل آخر السنة أول السنة الجاية نعلن عنها بإذن الله. إيه طبعا سيد تلال البحر، أنت من أسرة تجارية يعني عريقة، وأنت أعتقد من الجيل الثالث، وأنت دائما يقال أنه الجيل الأول هو الذي يضع الأساس، والجيل الثاني هو الذي يكبر ويعمل إكسبانشن، والجيل الثالث هو الذي يهدم كل شيء. طبعا احنا عارفين. فيعني انا عايز اسالك بصفتك انت الجيل الثالث، وبصفتك انت ايضا في وقت صراحه يعني في عدد من العائلات هنا في الكويت الحقيقه هو الجيل الثالث الان ابتدى يستلم. نعم. الامور احيانا حتى يعني بالنسبه لكم انتم طبعا هي جت بطريقه سريعه شويه، يمكن اسرع مما انت تخيلت، ولكن انت كيف ترى في هذه الظروف؟ يعني انتوا اتظلمتوا برضه، يعني هي جت في ظروف صعبه. اول شيء ان شاء الله ما نكون من الجيل الثالث اللي شكل 75%. هو 75% اللي يفقدون ال انت تكون من ال 25. نكون ان شاء الله من ال 25. والله هي يعني هي فرصه ان الواحد يعني الواحد نوعا ما يكون محظوظ انه يكون يعني يجي من عائله تجاريه وتيله الفرصه انه يقدر يمسك مسؤوليه. بس ان شاء الله ان يعني واهم شيء انه يكون يعني قد هالفرصه هذه. نعم ان شاء الله قدها. فانا للاسف يعني ان جتني الفرصه في اسرع من الوقت المطلوب بوفاه المرحوم، بس ان شاء الله يعني متفائل في اداره الشركه واداره المجموعه، ومتفائل بالاخوان اللي قاعد يديرون معي المجموعه. يعني الاساس محطوط صح، و القطاعات اللي احنا فيها قطاعات نامل ان في جزء من عملنا غير الجزء المتوفر عند الناس الثانيين، فعندنا ادفانتج. تركيزنا تركيز بالاماكن اللي فيها فرص استثماريه، ونامل ان نكون من الناس اللي يعني يعدون هالمرحله الصعبه. لكن ايه اكبر التحديات؟ يعني طبعا انت مثلا في العادي الجيل الثالث ياتي ليستلم بيكون كل شيء كويس والامور كلها طيبه وجيده، ما فيش ازمه ماليه عالميه، ما فيش ازمات وثورات سياسيه، يعني في العادي ده اللي بيحصل. لكن انتم استلمتم في وقت في ازمه كبيره جدا، وطبعا وضع الشركات كلها وضع وعليها لايبيلتيز وعليها قروض وعليها ديون، يمكن هذا يمكن يكون في لصالحكم انه يعطيكم الفرصه انكم يعني تدلعوا. هناك عمل مطلوب. الحمد لله يعني انا اتوقع تدربت من والدي يعني في فتره كانه كان قاعد يذهبني حق المسؤوليه. بس يعني احنا هنا بوقت صعب، وبالعكس الواحد يعني نحب التشالنج. واتوقع ان الوقت اللي هذا اللي مرينا فيه راح يطلعنا بعد الأزمة واثقين إن يعني أي مشكلة تصادفنا ما راح تصير كبر المشاكل اللي صادفتنا بهال4 سنوات اللي طافت. ف يعني الحمد لله يعني عدينا مشاكل كثيرة في ال4 سنوات. يعني أكبر تشالنج كان تأقلم للمسؤولية. يعني أنا كنت مسؤول عن في الفنادق وتشكل جزء كبير من استثماراتنا ومن رؤية المجموعة بالمستقبل، ولكن وقتها كان في 10 شركات ثانية. فتأقلم للمسؤولية، تأقلم بس معرفتي للشركات هذه، أن خلفية كل شركة تختلف عن شركة ثانية. بس الحمد لله يعني الأخوان اللي معانا في إدارة الشركات
والاخوان اللي مع والدي يعني كاساس سووا المرحله الانتقاليه مرحله وايد اسهل من ما يمكن يعني انه كان يصير لو كان فيها الصعوبه ولا الناس هذه ما كانت موجوده يعني. ومهنا انا يعني احنا شهادتنا، انا بالذات شهادتي فيك مجروحه، وانا متاكده انك انت ان شاء الله على قدر كبير جدا من هذه المسؤوليه. ويجب ان انهي هذا اللقاء بسؤال، يعني طبعا الفتره اللي فاتت كان في عمليه تنظيف كبيره جدا لمجموعه شركات البحر، يعني هل متى نتوقع ان نرى مجموعه شركات البحر مره اخرى تقف على رجلها بدون ما يكون في حاجه لعمليه تنظيف وتلعب الدور اللي المفروض انها تلعبه في السوق؟ يعني ان شاء الله راح نشوف البدايه ب 2013 اللي دخلناها، نشوف ان هذه بدايتنا ان نرد نعدل ان شاء الله. واول 3 اشهر يعني خلينا نقول كانديكيشن 3 اشهر الحمد لله في الطريق الصح، بس جزء كبير منها يتعلق في المناخ الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه. احنا الحمد لله نظفنا كثير من تجارب سويناها بالسابق، يمكن في شركات ابتديناها ولا بزنس دخلنا فيها ما توفقنا فيها، وفي اشياء لا الحمد لله توفقنا فيها وتعلمنا منها وبالعكس كثرنا استثماراتنا في هذا المجال. يعني اقدر اقول ان طلعنا من الازمه وايزر اكثر من لما دخلنا فيها. نزلنا جزء كبير من قروضنا، والحمد لله ان ما كان عندنا قروض كثيره، لان لو عندنا قروض كثيره كان وضعنا يختلف عن الوضع الحالي. فالحمد لله يعني أنا متفائل جدا أن عام 2013 اللي هي بداية الرجوع إلى خلينا نقول الربحية في كل شركاتنا، ونامل عاد من بعدها إن شاء الله أن الأمور تعدل واقتصادنا بالكويت، لأن احنا جزء كبير هم من أصولنا متصل مع السوق الكويت الأوراق المالية. فنأمل أن يصير في تعديلات بالقوانين، ونأمل أن يصير في استقطاب للمستثمرين، ونأمل أن العقلية تتغير. وهذا طبعا إذا صار فإن شاء الله يعني راح تصير الأمور يعني حتى نحسن إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. ونشكرك جدا السيد طلال البحر رئيس مجلس إدارة شركة إيفا الفنادق والمنتجعات، وإن شاء الله ربنا يوفقك. الله يحسنك. شكرا نجمة. قدمنا هذا البرنامج برعاية رينج روفر. CNBC عربية تنقل إليك نبض الأسواق ومستجدات عالم المال والأعمال. اشترك في خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS. أرسل رسالة قصيرة على الأرقام التالية وابقى على اتصال، وتذكر CNBC عربية بالوسائط المرئية، ليس من سمع كمن رأى. عين على الإمارات على شاشة CNBC عربية. في حساب شخصي على شاشة CNBC عربية نطرح الأسئلة المالية والمصرفية التي تهمك أنت، ونأتيك بالمسؤولين والخبراء ليفسروا لك الغامض وليذللوا لك الصعب، وليأخذوا بيدك نحو علاقة أكثر ربحاً وأمناً مع حسابك الشخصي مع راشد الفوزان على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية سيما السعودية للمعلومات الائتمانية. الهدوء يا سادة، فالمسؤولون سيبدأون جلسة أعمالهم بعد قليل، سيعقدون الصفقات ويخططون للتوسعات والاندماجات والاستحواذات. CNBC عربية تمنحك مقعدا في الصف الأول إلى جوارهم في جلسة الأعمال على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية زين.